السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في اللوان، رانا في المقبرة سيدي خليفة في دوار القاقزة. هنايا جدودي توفاو، جدودي جزائريين، ما زادوا لا في المغرب لا في تونس لا في ليبيا لا في مصر لا في فرنسا. جدودي جزائريين 100%. وهذو الناس راهم يكتبوا في اليوتيوب باللي جدودي حركة، هذو الناس راهم يكذبوا عليكم. ودوكا نوري لكم ددة نقاز محمد بن خليفة هنايا في المقبرة سيدي خليفة في دوار القاقزة. شوفوا بعينكم، ما ولا حركي لا والو. جزائري واللي يبغي يشوف بعينو يجي هنايا المقبرة القاقزة حد الجامعة قاقزة، نوريه لكم فاني. احنا مسلمين، احنا ماشي حركة، على هذا هو الجامع اللي بنيناه كاع في الدوار القاقزة في مدينة عين مران في ولاية شلف. اللي يبغي يشوف بعيني بعينو يجي هنايا. هذا هو نقاز محمد الله يرحمه، تدا الشيباني نعيطوا له هنايا. ونزيد نوري لكم شيباني الحاج العربي فاني، هذو كاع جدودنا، كل شيء باين حنايا، اصل تاعنا باين، ما نخبو والو، حتى حاجه ما نخبوها. وهنايا توفى الشيباني الله يرحمه الحاج العربي. شوفوا بعينيكم فالي المرحوم الحاج العربي، على اللي بغي يجي يشوف بعينو يجي هنايا المقبرة تاع سيدي خليفة، دوار قاقزة، مدينة عين منان، ولاية شلف. راكم تشوفوا بعينيكم بلي لابوليس راهي هنايا، ما عنديش القانون يعني نجي وحدي هنايا في المقبرة. فوالا لابوليس راهي هنايا قدامكم، ما نخبي لكم والو. هلا اللي يبغي يشوف جدودي وراهم يشوف بعينه، كل شيء باين. احنا جدودي جزائريين مسلمين مجاهدين، كل شيء باين، ما نخبي لكم والو. راكم شوفوا لي تاع، ربي يرحمهم. وضو كان نوري لكم الحجة الخديجة الله يرحمها، اللي توفات 17 فيفري 2017. على بالكم هي ما بغاش قاع داوي روحها في فرنسا، قالت لي انا زدت في البلاد نموت في البلاد كي انا ياك الناس، وماتت هنايا. ربي يرحمها وربي يرحمهم قاع. ولا شاب جزائري، انا ما نخبي لكم حتى حاجه، كل شيء راه باين. سو كي فول فوار ميز انسيتر دونك افونير ايسي المقبره سيدي خليفه في الدوار القاقزه. راكم تشوفوا هذا الدوار عادي نورمال، اغلبيه منهم ميغريين، كان 80% هما ميغريين. على بالكم باللي في الخمسينات في الستينات في السبعينات ما كانش الخدمه هنايا، كاع راحوا فرنسا باه شويه يخدموا في لي مين تاع شاربون في النور في الجنوب تاع فرنسا باه يتفرجوا على رواحهم. على بالكم كانت ازمه اجتماعيه واقتصاديه وما كانش يعني مدخول على هذا الشيء، هنايا في هذه المنطقه كان بزاف الناس اللي راحوا يخدموا في فرنسا. وحنا هذا الدوار القاعزة كيف كيف، وانا والدي ما قراو ما والو، لا غالب دونك مي بارون سون دالفابيت، ما قراو لا هنايا لا في فرنسا، بصح الحمد لله قرونا. دونك اون ايو لا شونس دافوار دي بارون كي نوزو ابخي لي فالور دو ترافاي لي فالور دو سافوار. وهنايا كنت نقرا في الصيف الجامع بربره هنايا، هذاك من بعد الجبل هذاك. واللي يبغي يشوف هذه كيف كيف، فوالا شيخ بقاره اللي يبغي يدير لونكيت تاعو يا اوكان بروبليم. انا والديا كاع
قالوا لي كي تجي في الصيف لازم تتعلم العربيه وتعلم القران. قرينا في الجامع من ربع الشيخ بقره الحاج الشيخ بقره ومازال حي، اللي يبغى يدير لونكيت تاعو يتفضل. فوالا الحمد لله دوكا دوكا فوالا راكم تشوفوا لا بوليس هنا راهي قدامكم، يعني ما نقدر ندير حتى حاجه بلا لا بوليس. ما فهمناش ما فهمناش كيف واحد يجي هنايا في الدوارو يعني يجي المقبرة باه يعني يفكر جدوده، وكيف هذه الحكومة الجزائرية تقول الأمن الجزائري لازم تكونوا مع ذكاز رشيد 24 ساعة على 24 ساعة. حنا ما فهمناش والله ما فهمنا. لو كان درت حاجة خاطئة علاش كان العدالة في الجزائر؟ ولو كان العدالة تقول باللي ذكاز رشيد راه يخلط ولا يدير فتنة ولا مش عارف يدخلوني الحبس. اللي راني قابل كل شيء، انا جزائري ونحترم الدستور الجزائري، ولكن انا حسيت باللي عندنا دستور تاع قوانين ماشي دستور تاع تعليمات. انا باه نشوف الامن الجزائري اللي عنده يعني خدمه كبيره في الجزائر يقعد 24 ساعه على 24 ساعه مع نكاز رشيد، ونكاز رشيد ما دار حتى حاجه، ولا لو كان درت حاجه يقولوا لي برك، يقولوا لي واش درت باه يعني تكون يعني 24 ساعة على 24 ساعة بالأمن الجزائري وبلوكي في الدوار في الدار وما عندي يعني حتى حرية في الجزائر. هذه ما فهمناهاش. حنا نقولوا باللي الجزائر ديمقراطية والحمد لله، بصح رانا نشوفوا اليوم بعد الحكومة الجديدة تاع يحيى باللي ما بقاتش الحرية ما بقاش الديمقراطية. ما خلونيش كاع نسجل روحي باه نخدم الكارتة تاع الفوت باه نصوت في المحليات. Même pas laisser m'inscrire sur les listes électorales de ma propre commune de résidence à Aïn Emran, alors que l'article 9 de la Constitution algérienne m'autorise à m'inscrire sur les listes communales de ma mairie, quand bien même je serais inscrit sur les listes consulaires à Créteil. Alors il faut savoir que je me suis désinscrit depuis le 9 mai 2017 des listes consulaires à Créteil, je vous montrerai la preuve. Ainsi, normalement, j'ai tous les droits de m'inscrire ici à Aïn Emran. Donc, on a vu que les gens qui sont dans le gouvernement jazérien, ils sont dans le gouvernement jazérien. Mouken, mouken, c'est le gouvernement jazérien, mais les démocraties sont royales dans le Jazair. Mouken, c'est le gouvernement jazérien, mais c'est le مواطنين جزائريين ما يصوتوا على الاحزاب اللي رشحوا روحهم في هذه المحليات تاع 23 نوفمبر. دونك هذا هو هذه السؤال مطروحه، هذا السؤال مطروح، ومن القدام ان شاء الله نشوفوا واش يكون. على بالكم بلي الهدف تاعنا السلم في الجزائر، احنا نحترموا جدودنا، رانا في وسطهم هنايا وبلاصتنا راهي هنايا. انا راني قابل كل شيء في الجزائر، او الحبس او الموت، كاع الموت هذه بدرجه جرده. النهار كي نزيدو كل شيء راه مكتوب باللي باب النهار اللي نموتو فيه وانا قابل كل شيء. دوكا محترم الجزائري والحمد لله راكم بخير. وكما قلت لكم في البدايه اللي يبغي يشوف وين راهم مدفونين يعني جدودي، شوف معايا يشوفوا هنايا، يجوا هنايا المقبره سيدي خليفه دوار القعزه بلديه عين مران. هذه المرحومه الحاجه خديجه، المرحوم الحاج العربية راكم تشوفوا ماهوش حركي راه مدفون في الجزائر. وعلى بالكم باللي لو كان حركي عمرهم ما يقبلوش باللي يعني الحاج العربي يدفنوا هنايا. وهنايا ثاني يدفنوا مع جدي الحاج محمد بن خليفة اللي يبغي يستخبر يجي هنايا البلدية كلشي باينة. راه هنايا ثاني نعاودو حنايا حنا ماشي عائلة تاع حركة، حنا خاطينا مجاهدين. أنا الحاج العربي الله يرحمه خدم معاه خالي جلالي الله يرحمه فالي، ودخلوا الحبس خالو في فرنسا وفي الجزائر، وهما كانوا يلموا في الدراهم باه يشروا السلاح وما يعطوهم المجاهدين مع باه يحاربوا الاستعمار الفرنسي في الجزائر. فوالا الخوا اتخلى في روحكم، السلام عليكم والله يرحم الشهداء كاملين، الله يرحم جدودي هنايا راهم هنايا. وما ننساش باللي تعليمات من الجزائر وصلوهم هنايا في بلد عين مران، وقالوا باللي ما تخلوش نكاز رشيد يشوف الاعلام الجزائري يطلع نهار اول نوفمبر. هذه ما نسمح لكمش، درتوها لي العام الاول، درتوها لي في هذه السنه، ما كان حتى واحد في الجزائر يقبل باللي ما تخلوش مواطن جزائري يشوف الاعلام
يدخل وانا جزائري والحمد لله. وهذه الحكومه اللي راه يدير في الباطل سي غوفرنمون كي في لا حقره اللي يحقر مواطنين جزائريين ما نسمحولوش ما نسمحولهاش. وبارك الله فيكم والله يرحم الشهداء والله يرحم كاع جدودنا هنايا. وتحيه الجزائر والسلام عليكم.